يقول المثل الناس للناس والكل بالله. سمعتوا هالمثل؟ أكيد كلكم سامعين. بس تعرفون شنو معناته؟ أنا بقول لكم شنو معناته. مشاهدي قناة إثراء في تلفزيون دولة الكويت، حياكم الله، يا هلا ويا مرحبا فيكم في هذا البرنامج. يقول للمثل، إحنا اليوم بنتكلم عن مثل، ومثل ما أسلفت إن الكل يعرفه، الناس للناس والكل بالله. حتى في مصر يقولون الناس لبعضيها، مثل ما يقولون يعني الناس للناس والكل بالله، دلالة على أن الناس ما تستغني عن بعض. مستحيل أحد يكون أحادي وهو يساعد نفسه وهو يصير بغنى عن الناس، لا لا، لا يعزل نفسه ولا هو يحاول أنه يقول لا أنا ما لي شغل، ما بي أحد يساعدني، لا، مستحيل. الكل يكمل بعض، وهذه من العادات والتقاليد والقيم والمبادئ، وديننا الحنيف حثنا على هالشيء، إن الناس تكون حق بعض، يتساعدون في المسرات، في المضرات، بالمناسبات، غيره. الكل لازم يكون يعني يساعد الثاني، الناس للناس، سواء الجيران، سواء بالدوام، سواء بالمدارس وغيره. الكل ما يستغني عن الناس. في بعضهم يقولون لا والله أنا فلوسي عندي وأي شيء أبي أشتري ولا شيء ولا هذا، لا، أنت مالك غنى عن الناس، بيك يوم من الأيام أنك أنت تحتاج خلق الله. علشان كذي قال الموصف والمثل أن الناس للناس، حتى يزيدون بالمثل يقولون الناس للناس والكل بالله. تعودنا يعني إحنا من زمان نتعلم إذا إحنا محتاجين شيء أول ما نلجأ حق، مثلا الواحد يحتاج أخوه، يحتاج رفيجة وياه بالدوام، يحتاج حتى مسؤولة يقول له والله أنا بالمشكلة الفلانية أبيك تساعدني فيها، غيره. اليار هم يحتاج ياره بهالشغلة. سبحان الله، المثل هذا ينطبق على الكل، إنه لازم يصير يعني تعاضد بين الناس كلها، الناس ما تستغني عن بعضها. أذكر يعني مرة من المرات واحد دائما كل ما بغى يروح المسجد، يعني ساعات مسكين هو كبير بالعمر، اقول له ها حجي اساعدك اوصي، لا ما يحتاج، انا ما يحتاج، انا اعرف دربي. مع الايام احس انه قاعد يكابر، مع الايام لا، هو صوت لي وناداني قال تكفى بك تساعدني بس توصلني. معنات ان الواحد يحتاج، لا يهجأ أن يوم من الأيام ما راح يحتاج أحد يساعده، سواء في صحة أو مال أو في استشارة يستشيرها، طبعا من الجنسين سواء النساء أو الرجال. يعني دائما إحنا نرتجي على بعض. واستحضرني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. فإحنا نحث ونقول حق عيالنا ونعلمهم ان المثل هذا له معنى، الناس للناس والكل. يقول المثل اللي ما يطيع يضيع. اي نعم، احنا نسولف ونتكلم عن هذا المثل اللي هو اللي ما يطيع يضيع. ساعات تنبه الناس وتقول لهم، تقول له يا فلان حط بالك ترى الدرب هذا مو زين، يسوي نفسه أنه لا يفهم كل شيء. تقول له لا هذا الطريق ترى مثلا لا تروح حق هالطريق، هذا في زحمة ولا هذا في، ولا المكان هذا أقرب، ولا المكان هذا في مطبة فلانية، ولا الحفرة الفلانية تجنبها. تحاول تنصحه
لا ما يطيع. يقول اللي ما يطيع يضيع، ويرد ردود عليك اي والله ليتني انا سامع كلامك. ناس وايد تنصحهم بهالشيء هذا على كل المجالات. مثلا تقول له يبا انا لو انصحك انك انت تكمل دراستك وخذ بنصيحتي ترى زين. يقول لا 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 انا والله بس خلاص ما عندي طموح، ابي اكمل بس ابي ادش المكان الفلاني ولا اني اتوظف. تشور عليه تقول له طيع شوري سو كذي احسن لك بدل لا تندم بعدين وتضيع ومدري شلون. هذا اللي يقولك لا 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 خلاص انا عارف اللي انا بقوله. تدور عليه الدائره ولا تلقاه ضاع. يقول اللي ما يطيع يضيع. ودائما معظمهم العيال يكتشفون الكلام هذا يكون متاخر. يقول ليتني طايع شور مثلا ابوي ولا شور فلان لانه قال لي وحذرني ليته يعني سامع كلامه. يقول انا افضل انك انت مثلا اذا بقيت تسافر تاخذ وياك الشغله الفلانيه والشغله الفلانيه. ما طاع شوره. اذا رد قام يصفق شفن على شف على قولة الموصف. يقول والله ليتني طايعه. هذا المثل احنا نستعمله نقول اللي ما يطيع يضيع. فعلا العيال احنا نقول لهم يعني لا تتأففوا من هالشيء. اذا والديكم قالوا لكم ودلوكم الدرب وهم قصدهم ان ينبهونكم عن الطريق هذا، الطريق هذا ابتعد عنه، لا والله الطريق هذا امش فيه، لا والله دراستك واصل فيها لين ما توصل، خلي يكون عندك طموح ما ادري شلون. كم واحد بواحد يقول والله اخ اي والله صدق المثل هذا ينطبق عليه. اللي يقول اللي ما يطيع يضيع. احنا نقول اسمعوا الكلام واخذوا الشور من الكبير والصغير واهل التجربه واهل المعرفه واهل الخبره، علشان كذي هم عندهم يعني الخبره الكامله ان يحذرونكم من هالشيء ويوجهونكم التوجيه الصحيح، علشان لا تقولون ولا استعملون هذا المثل اللي ما يطيع يضيع. وفي بالقرآن الكريم سورة الشورى معناتها جاية من المشورة، احنا نستشير. ما في باس احنا ناخذ الفكر والعلم من اهل الخبرة اللي سبقونا بهالشيء هذا، علشان ناخذ منهم الافكار اللي تنور طريقنا وتشور علينا بالدرب العدل، علشان ما نندم على اي فعل احنا لربما انه يؤدي الى خطأ ولا نقع في مشكلة احنا في غنى عنها. علشان كذي احنا نرجع ونستشير الناس اهل الرأي واهل الحكمة. وكان رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في بعض الأمور، وما خاب من استشار. هذا كان كلامنا اليوم عن هذا الموضوع.